الله أوقاتكم نكمل سوية بروتوكول الـ EIGRP أخذنا فكرة بالمحاضرة السابقة عن هذا البروتوكول وقلنا هو وسط ماخذ ما بين الـ Distance Vector والـ Link State يعني أحسن خصائص الـ Distance Vector وأحسن خصائص الـ Link State بهاي المحاضرة راح نتعلم شلون نسوي configuration للـ EIGRP الـ EIGRP مثل باقي الـ Routing بروتوكول يتم تعريف هذا البروتوكول عن طريق الكونفيجريشن مود انه استخدم ايعاز الراوتر اي وانطي رقم هذا الرقم هو autonomous سيستم هذا خاص بالاي اي جي ار بي بحيث لازم يكون متساوي بكل الراوترات يلا الراوترات تشتغل EIGRP جي ار بي مو مثل الاوس بي اف الاوس بي اف كنا ناخذ البروسيس اي دي وقلنا هو هذا رقم لوكال خاص بالراوتر مو شرط يشابه بكل الراوترات يلا تشتغل اس بي اف بينما بالياجي جي شرط من شروط انه تصير الراوترات جيران يكون الاتونوموس سيستم متشابه بكل الراوترات هذه فقره الفقره الثانيه انه ابدي اعرف النتورك اي دي اللي مربوطه مباشره بكل راوتر طريقه تعريف النتورك اي دي انه اخذ النتورك المربوطة مباشرة ويتم تعريفها بإضافة الوالد كارد ماسك أو عدم إضافة الوالد كارد ماسك يعني هو نوعا ما يشبه الأوس لكن عدم إضافة الأريا لأنه الـ ARP ما على مبدأ الأريا زين نجي على موضوع تعريف أو عدم تعريف world كارد ماسك ممكن بالـ ARP أنه أنا من أعرف النتورك ممكن أعرفها وحدها او ممكن اضيف لها الوالد كارد ماسك يعني مثلا عندي هذا المثال انه هذول الراوترات مربوطين سوا اوكي عن طريق السيريال ومعرفة الصبنت بين الراوترات فمن اريد اشغل الاي EIGRP انه اني اروح على كل راوتر وانطي الـ سيستم للاي للـ EGRP فرضا نكون واحد فراح يكون بكل الراوترات هو واحد فاقول له راوتر اي وانطي رقم واحد هاي نقطة النقطة الثانية من أجي أعرف النتورك اللي موجودة على طرفي الراوتر أو اللي مربوطة مباشرة فعندي عدة طرق يا أما أقول مثلا الطريقة الأولى أنه أشوف أنه المربوطة مباشرة هذول الصبنت اللي هي واحد واحد صفر والعشرة واحد أربعة صفر والعشرة أشوف أنه شنو اللي مشترك بيناتهم راح ألاحظ أنه العشرة أو حتى عشرة واحد هو الأوكتد اللي مشترك بيناتهم فلذلك أقدر أضيف سطر واحد فقط أقول له نتورك عشرة صفر 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 او اس راح يجي يقارن هاي النتورك مع الانترفيس اللي موجود على اطراف الراوتر وراح يشوف انه اول اوكتد هو عشرة والباقي مو مشكلة انه يكون شنو الرقم فراح يضيف هاي الانترفيسات كلها لهاي النتورك هذه طريقة الطريقه الثانيه انه من استخدم الوايلد كارد ماسك مثل ما تعلمنا بالاو اس بي اف انه اخذ كل نتورك مربوطه او كل صب نتورك مربوطة على الراوتر اوكي واشوف شنو الماسك مالتها واحوله للوايلد كارد ماسك واضيفها يعني هنا أنا عندي النتورك الاولى اللي هي 10 1 1 0 فرضا انهم على 24 فراح احوله للوايلد كارد ماسك اللي هو راح يكون 0.0.0.255 ونفس الشيء بالنسبه للساب uh, نتورك الاخرى اللي هي 10.1.5 وال10.1.4 اوكي هاي طريقه الطريقه الاخرى انه لا اريد شغلي يكون مضبوط اكثر انه راح اضيف فقط الانترفيس اللي اريد اشغل عليه الاي جي ار بي اوكي فانه راح يكون الوالد كارد ماسك راح يكون كل اصفار اللي هو راح استخدم طريقه الهوست اوكي فراح اشوف انه مثلا على السيريال 001 راح يكون فرضا الانترفيس اللي هو 10.1.4.1 أوكي وأنطي الوايلد كارد ماسك كل أصفارة والسيريال الآخر اللي هو 10.1.5 خمسة على فرض إنه هو ماخذ واحد أوكي وأضيف الوايلد كارد ماسك كل أصفارة والجيجا صفر صفر راح يكون 10.1.1 واحد وأيضا الوايلد كارد ماسك كل أصفارة بهيجي حالة أنا راح يعني ما اتعب الاي او اس راسا هو راح ياخذ الاي بي فقط اللي يريد يشغل عليه الاي جي ار بي بالطرق الثلاثه الاي او اس راح يشيك الانترفيسات اللي اريد اشغل عليها الاي جي ار بي وراح بحيث انه عن طريق هذا الانترفيس راح يبدي يستلم ويرسل الهلو مسج بين الراوترات على مود الراوترات تبني علاقه الجيران ورا ما تتاكد انهم صاروا جيران راح يبدون يتبادلون الانفورميشن بيناتهم بحالة النتورك من أريد أقوله فقط يعني نتورك وحدة في كل الانترفيسات لهذه النتورك على فرض أنه أنا بالمستقبل ممكن أنه أضيف مثلا سيريال آخر أو انترفيس آخر بصب نتورك أي تبدي بالأكتد عشرة فما داعي أنه أضيف نتورك جديدة فقط أنه هي هاي النتورك تستوعب كل هذه الصبنت الطريقه الثانيه من راح احدد الوالد كارد ماسك فرضا انه انا هنا أنا هذا السيريال ب10.1.7.0 دوت واحد دوت سبعة دوت صفر. انا ما اريدها تنتمي للاي اي جي ار بي يعني انا لو استخدم الطريقه الاولى هو راح يضيف كل الصب نتورك اللي تبدي بالعشره زين انا فرضا الواحد سبعه انا ما اريد اشغل عليها الاي اي جي ار بي فاستخدم الوايلد كارد ماسك افضل انه احدد فقط النتورك اللي اريد اشغل عليه يجي يقارن 10 1 7 0 متى تنتمي للاي اي جي ار بي ويكون الايعاز اكثر مضبوط انه من اضيف الهوست الوالد كارد ماسك من يكون كل أصفارة أنا كأنما فقط أحدد انترفيس معين أنه أشغل عليه الإياجي بي خلي نشوف هذا التطبيق بالعملي ونشوف شلون بده يشتغل EIGRP على هذه الطرق الثلاثه نفس النتورك اللي قبل شويه اشتغلنا عليها انا بنيتها بالباكيت تريسر فقط جبت الراوترات وحطيت الاي بيات مثل كل مره راح نبدي نضيف الاي على كل الراوترات لكن بطرق مختلفه الاي جي ار بي طبعا راح يكون الـ Autonomous System هو الى واحد اذا راح يكون بكل الراوترات واحد هاي النقطه الاولى النقطة الثانية راح نبدأ نضيف النتوركس اللي موجودة على طرفي كل راوتر الراوتر الأول راح استخدم فقط العشرة دوت صفر دوت صفر دوت صفر يعني هنا أنا عندي العشرة دوت واحد واحد صفر والعشرة دوت واحد خمسة صفر والعشرة دوت واحد أربعة صفر راح أخليهم بسطر واحد اللي هو عشرة دوت صفر دوت صفر دوت صفر وهم دول ثلاثتهم ينتمون لهذه النتورك أوكي فنجي على هذا الراوتر أقول له انيبل اول مره اقول له شو رنينج خلي اشوف ايش عندي موجود بهذا الراوتر اوكي موجود عندي الانترفيسات والاي بيات مالتها فقط لا غير راح ابدي اضيف ال الاي اي جي ار بي كونفيتي وبعدين اقول له راوتر اي اي جي ار بي وراح انطي رقم واحد هسا ابدي اضيف النتورك اوكي هي اللي هي فقط واحدة عشرة دوت صفر دوت صفر دوت صفر هذا هو واقول له إكست. اتأكد انه انضافت اقول له شو رنينج ضروري انه اتأكد انه الإعاز اخذ الراوتر وبين عنده اوكي هياته هذا هو ونظافة النتورك يعني مثل ما أني أضيف النتورك راح تظهر بالشورنين كونفيجريشن لذلك هذا الإيعاز مهم أوكي زين نجي على الراوتر الثاني الراوتر الثاني طريقة الإضافة راح تكون كل نتورك مثل ما هي وياها الوالد كارد ماسك مالتها راح أقول له إنيبل وراح أقول له كونفيتي وراح أقول له راوتر اي e اي رقم واحد واقول له نتورك اللي هي عشرة دوت واحد دوت ثلاثة دوت صفر صفر دوت صفر دوت صفر دوت, صفر دوت ميتين وخمسة وخمسين على اعتبار الماسك راح يكون على اربعة وعشرين طيب النتورك الثانية راح تكون عشرة دوت اربعة دوت صفر تمام <applause> الثالث طبعا هاي بدت حال قام يشوف الـ النتورك البعيدة فبدت حالة الاجيسنسي بين الراوترات هسه الثالثة اللي هي راح تكون دوت ستة دوت صفر ستة دوت صفر اوكي والوالد كارد ماسك اللي هو صفر دوت صفر دوت صفر دوت ميتين وخمسة وخمسين سأطلع منه اوكي وراح اقول له شو خلي اشوف شلون ضافها هاي النتورك وشلون ضاف الاي ار بي اوكي هاي مثل ما أنا كتبتها هو ضافها يمه بالشو رننج كونفيجريشن فاذا هذا الايعاز جدا مهم طيب هسه اطلع من هنا واروح للراوتر الثالث الاضافه راح تكون عن طريق كانه ما هو هوست الوالد كارد ماسك راح يكون كله اصفاره يعني راح اضيف هذا الانترفيس واضيف هذا الانترفيس واضيف هذا الانترفيس شلون ما انا ضايفته للراوتر راح اضيفه بالاي اي جي ار بي راح اقول له راح اقول له راح اقول له راوتر اي اي جي ار بي رقم واحد آه الطريقه اللي انتو تختاروها آه هذا يعني عائد لكم اي طريقه تشوفوها سهله ممكن تستخدموها ويقبلها الاي جي ار بي فانا انطيت ثلاث طرق على مود الطالب يشوف ثلاث حالات قدامه شلون بدي اضيف النتورك هسه اضيف النتورك اللي هي راح يكون الهوست الاول ايضا نفس ايعاز النتورك اللي هو راح يكون عشرة دوت واحد دوت ستة دوت اثنين هذا الانترفيس الاول الـ الوالد كارد ماسك راح يكون صفر دوت صفر دوت صفر اوكي بدي يشوف الاجهزة نسي مع السب نتورك الاخرى اضيف الثاني فراح يكون خمسة 5.1 واحد خمسة دوت واحد اوكي بعدين اضيف الثالث اللي هو 2.1 واحد اثنين دوت واحد اوكي راح اقول له انتر هسه اقول له اجي اشيك شلون دا ينبني الراوتينج تيبل هسه بعد ما ضفنا الكونفيجريشن بكل راوتر وضفناه بكل راوتر بطريقه شكل للنتورك هسه نجي على ار1 ونشوف شلون دا يشتغل الاي جي ار بي فراح اقول له شو اي بي راوت اوكي فرح الاحظ انه ضاف سطر جديد هذا هو السطر الجديد اللي هو حرف دي لو اجي على المختصرات راح الاحظ انه دي يرمز بالاي اي جي ار بي الاي اي جي طبعا بالراوتينج بروتوكول نوعين أكل EIGRP ار بي العادي واكو External اي جي ار وكل واحد له Administrative Distance لكن احنا اللي خصنا بالسي سي ان اي هو العادي اللي هو الاي اي جي واللي يكون له Administrative Distance 90 فنلاحظ هنا انه ار1 بدا يشوف السب نتورك البعيده شاف الاثنين صفر وشاف الثلاثة صفر اوكي وشاف ايضا الستة صفر لو اجي اشوف هنا طبعا شاف هاي هي الاثنين صفر وشاف الستة صفر وشاف الثلاثة صفر تمام اجي على الراوتر الاخر واقول له شو IP راوت راح الاحظ انه عنده الدي ايضا ظهر اللي هو الاي اي جي ار بي معناها اشتغل بالراوترات فدا يقول لي الواحد صفر دا اشوف الواحد صفر ودا اشوف الاثنين صفر اوكي وبعد دا اشوف الخمسه صفر وهذني كلهن بعيده. الواحد صفر طبعا هنا مثل يعني مثل ما تعلمنا باك راوتنج بروتوكول ينطيني الادمستريتف ديستنس للراوتنج بروتوكول يعني ممكن سؤال انه ينطيني بس الشو اي بي راوت ويقول لي شنو اللي مشتغل يعني الراوتنج بروتوكول يعني اما عن طريق يعني الرمز دي او اشوف الادمستريتف ديستنس 90 راح اعرف انه هذا اي جي ار بي طبعا راح يكون على قيمه الميترك قيمه الميترك راح تعتمد على الباند ويث وتعتمد على الديلي باي ديفولت طيب عندي هنا شغله الاخرى انه الدي الخمسة صفر دي يشوفها عن طريق مسارين يعني الخمسة صفر آني يعني هنا هنا الخمسة صفر هاي الخمسة صفر ده يشوفها عن طريق مسارين إذا هو عنده حالة ال equal cost path إنه تساوى الميترك هنا فخلاهم اثنيناتهم على مود يوصل ال السبنت بالراوتينج تيبل اللي عازل الآخر أريد أرويكم يا show IP AIGRP neighbors أوكي اريد اشوف الجيران بالنسبة لهذا الراوتر الراوتر الاول طبعا هنا ده يقول لي الجيران الاول اللي هو 10 4 2 هذا هو الراوتر اي دي طبعا ال 10 4 2 اللي هو هذا اوكي والثانيه طبعا راح يكون هذا الراوتر فمنطيهم طبعا احنا راح ناخذ الراوتر اي دي بالنسبه للي يا جي ار بي منطين ال 4 2 وال وال 5 2 هذول جيران اوكي وتشوفون هاي المعلومات اللي بالاخير هاي المعلومات هذه تخص الـ الـ RTP اللي هو الـ Transmission Protocol اللي يشتغل بال-EIGRP من يريد يتبادل المعلومات مع الراوتر الاخر فهذني كل هالمعلومات خاصه بهذا البروتوكول نشوف الايعاز الاخر اللي هو شو IP Protocols خلينا نشوف هنا المعلومات اللي يديني اياها هذا الايعاز ده يقول لي انه الـ EIGRP اللي بشغلي هو EIGRP 1 وهنا منطيني قيم الكي فاليوز او الميتريك ويت تسمى فهنا لاحظ انه قيمه الكي فاليوز كي 1 يساوي لي واحد والكي 2 هي صفر والكي 3 هي واحد والكي 4 صفر والكي 5 صفر يعني باي ديفولت مستخدم بس الديلي والباندويث هذني لازم يكون الماتشنج ويا الراوترات الاخرى على مود تقدر تصير جيران بالاي اي جي ار بي منطيني ايضا هنا الماكسيمم باث راح تكون 4 باي ديفولت انه يتحمل اكثر من مساري وديني للديستنيشن على نفس الميتريك وهنا ايضا منطيني شغله اخرى اللي هي الماكسيمم هوب كاونت مية هنا يعني يمثل عدد الراوترات اللي يستوعبها الاي اي جي ار بي بالنتورك طبعا هي تكون تقريبا 255 راوتر اوكي هنا باي ديفولت هو 100 هاي اقدر اغيرها نعم اقدر اغيرها عاز معين هنا الفيرنس ان شاء الله من راح نشرحه بهاي المحاضره، اهنا يقول لي انه الجيت واي بالنسبه لهذا الراوتر اللي هي 5 2 و4 2 الراوترات اللي تكون بتماس الى مباشر، النتورك اللي دي يسوي عليها الراوتنج هي 10.0.0.0. اوكي هذا بالنسبه للايعاز الاي اي جي ار بي بروتوكولز. بهذا اللاب كان اهم شيء انه نعرف شلون ابدي اشغل الاي اي بي بكل الراوترات شلون اضيف النتورك بطرق مختلفه وكل الطرق دا يقبلها الاي اي ار بي وشلون دا يظهر الاي اي جي ار بي بالراوتينج تيبل طيب نرجع لمحاضرتنا بالنسبة للراوتر اي دي احنا قلنا الراوتر اي دي هو اسم للراوتر هو 32 بت لكن هو مو اي بي آه الراوتر اي دي ممكن اني اضيفه لل يعني لكل راوتر اني انطي اسم على مود يعني من اقول له شو اي بي مود يبين كل جيران الى اسم اوكي آه مثل الاو اس بي اف يعني انا اذا ما انطيته الايعاز طبعا الايعاز اللي راح نستخدمه اللي هو هذا اللي هو اي اي جي ار بي راوتر اي دي بينما بالاو اس بي اف لا راسا اقول له راوتر اي دي وانطيه الاي دي مالت الراوتر هنا أنا لازم احدد اي جي ار بي لانه خاص ببروتوكول الاي اي جي ار بي يعني لو اجي على المثال واخذ اي راوتر طبعا من اروح اروح اقول له كونفيتي راوتر اي اي جي ار بي طبعا رقم واحد واقول له اي اي جي ار بي وأقول له راوتر آي دي أوكي وأنطي مثلا واحد دوت واحد دوت واحد أوكي فهنا طبعا على مود يدز اللي كل يعني لكل الراوترات انه ترى انا تغير الاسم مالتي فتصير حاله الاجيسنسي وتبدي الهلو تندز بين الراوترات انه انا ترى تغير الاسم اوكي آه هاي بالنسبه من اريد اضيف طبعا نفس الشيء بباقي الراوترات هاي اذا اريد اغير الراوتر اي دي مثل الاو اس بي اف طبعا الراوتر اي يعني دي اذا ما انطيته عن طريق هذا الايعاز فالراوتر هو راح يخلي راوتر اي آه دي يا اما يكون عن طريق اللوب باك اذا مضيوف لوب باك آه بالراوتر راح ياخذ هو هذا راوتر اي دي واذا كان اكثر من لوب باك راح ياخذ الاعلى آه اذا ماكو لوب باك راح يروح على الفيزيكال انترفيس اللي هو نون لوب إذا كان طبعا أكثر من فيزيكال انترفيس أيضا راح ياخذ أعلى واحد موجود ويخلي هو راوتر اي دي. زين هاي بالنسبة للراوتر اي دي نجي اكو شغلة ما أريد أقول لكم عليها أنه الهلو انترفال والهولد تايم interval الهلو ال احنا نعرف أنه هي كل خمسة سكند باي ديفولت والهولد هو راح يكون ثلاثة في خمسة راح يكون 15 يعني ورا 15 سكند اذا الراوتر الثاني ما دز لي هلو راح اعتبره اكسباير وما موجود زين هذول اقدر اغيرهم نعم اقدر اغيرهم انه اني اروح على كل انترفيس اقدر اغير الهلو انترفال اقدر اغير الهولد تايم زين شلون اشوف اني ورا ما اغير من اغيره راح يبين عندي بايعاز اللي هو شو اي بي اي جي ار بي انترفيس ديتايل على الانترفيس المعين راح الاحظ انه راح يقول لي ايش قيمه الهلو الانتيربل وايش قد قيمه الهولد هو طبعا باي ديفولت 5 و15 لكن انا اذا اغيره ايضا راح يبين بهذا الانترفيس وهاي حاله اوبشنال يعني ما مطلوبه مني يعني البيز بالنسبه لتعريف الاي اي جي ار بي بالراوترات انه اقول راوتر اي اي جي ار بي رقم الاوتونوموس سيستم وانطي النتورك اللي اضيفه أضيف مضيوفه مباشره واتاكد من هاي النتورك هي والوايلد كارد ماسك مالتها يكون هو هذا كافي لكن باقي الخطوات راح تكون حسب يعني الحاجه إلها او حسب تصميم المهندس او الادمن نجي على الخطوه الاخرى اللي هي الباندوث والديلي باي ديفولت هو راح يستخدم قيم الباندوث والديلي اللي موجوده على كل لينك أنا إذا أريد أغيرها أقدر أغيرها أنه أروح على على الانترفيس وأعطي قيمة الباندوث وأعطي قيمة الديلي الديلي راح أعطيه إياها هي مثل ما أنا أعرفها لكنه الاي او اس راح يقسمها على عشرة ويضيفها لمعادلة الميتريك وينطيني قيمة الميتريك بالنسبة للخطوة الأخرى اللي هي الماكسيمم باث نمبر الياجي ار بي مثل باقي الراوتينج بروتوكول اللي عرفناها الاو OSPF بي اف 2 انه الا القدرة انه اذا كان نفس الميترك على اكثر من لينك ممكن يخليهم بالراوتينج تيبل ويوصلني للدستنيشن اللي يميز الاي جي بي انه راح يضيف مو بس فقط الايكوال كوست باث مو فقط اللي تكون المشابه الميترك بيه لا اذا كان ايضا ما مشابه مش يعني ممكن اضيف باث يحوي على ميترك ما مشابه مش ويا ويا افضل مسار ويه او ويا السكسسور واضيفه بالباثات اللي توديني للدستنيشن زين شلون يعني هذه الحاله تصير تصير مثلا لو اخذ هذا المثال انه راوتر اي المسارات اللي قدامه على مود يروح الى نتورك اكس انه يا اما يكون عن طريق B، اوكي او عن طريق C او عن طريق D الكوست بالنسبة او الميتريك بالنسبة للباث الاول راح تكون عشرين زائد عشرة راح يكون ثلاثين هذا هو الميترك الأول الميترك الثاني راح يكون عشرة بعشرة فراح يكون عشرين أما عن طريق راوتر دي فراح يكون عشرين بخمسة وعشرين راح يكون خمسة وأربعين طبعا الراوتر راح يأخذ أقل ميترك وهو هذا راح يكون أفضل مسار أقل ميترك اللي هو عشرين إذا راح يكون أفضل مسار هو عن طريق سي طبعا على فرض أنه اختار هذا هو السكسسور فراح راح يضيف الفيسبل سكسسر عنده بالتوبولوجي تيبل وهذا شرحناه احنا بالمحاضره السابقه. زين فرضا انه راوتر اي ترافيك يعني عنده عالي ويريد يضيف راوتر اخر يساعد السكسسر راوت انه بحيث يشتغلون سوا ويروحون على صبنة اكس. فاللي يعني الطريقه انه باستخدام طريقه الان ايكوال كوست باث. انه بعد ما يحدد عدد الباثات طبعا المسارات هي طبعا باي ديفولت اربعه فيريد يضيف مسار اخر لكن مو نفس الميتريك ما يساوي اوكي فالايعاز هو انه انا اروح على الاي جي ار بي وبعد ما اعرف النتور راح اقول له فيرنس 2 يعني شنو فيرنس 2 فيرنس 2 هذا الرقم راح ياخذه يعني الاي او اس راح ياخذ هذا الرقم وراح يضربه بقيمه افضل مسار مترك اللي هو 20 اوكي فراح ياخذه 2 في 20 راح يكون 40 ال 40 راح يقارنه راح يشوف المسارات الاخرى ال 30 و 45 راح يشوف منو من عندهم بحيث يحقق لي يا اما يساوي يا اما اصغر من 40 يا اما يساوي يا اما اصغر من 40 فال 30 اللي هو المسار بي، اوكي، هذا هو اللي فوق، المسار بي، تحقق المعادلة؟ نعم تحقق المعادلة، ليش؟ لأنه ال 30 هي أصغر أو تساوي 40. زين، المسار الآخر اللي هو 45 عن طريق الدي يحقق المعادلة؟ لا ما يحقق المعادلة، ال 45 هي مو أقل ولا تساوي ال 40. إذا الأن ايكوال كوست باث الثاني اللي راح يشتغل مساند للمسار السكسسور راح يكون هو عن طريق البي اذا هذول المسارين راح ينضافون وين بالراوتينج تيبل مسارين يودون للنت اكس عن طريق اللود بالانس راح يتقسم الترافيك بطريقه معينه ويروح على الديستنيشن زين المسار الثالث هو ما حقق الشرط اذا اختاريت فرضا انه فيرنس ثلاثة فراح نروح على المعادله وأقول له ثلاثة في عشرين راح تساوي لي ستين وأبدي أقارن بالراوتس اللي موجودة الباقية وأشوف من يحقق لي هاي المعادلة هو هذا راح يكون الـ Un equal cost path إذا الشيء اللي يميز الـ EIGRP عن باقي الـ Routing بروتوكول إنه المسارات اللي موجودة قدامه مو شرط إنه يكون الميترك متساوي ممكن يكون الميتريك غير متساوي بحيث يساعد أفضل مسار يودي الباكيت أو يودي المعلومات للديستنيشن عن طريق إيعاز الفيرنس وأنطي رقم هذا الرقم هو اللي راح ينضرب بالميتريك أفضل مسار وبعدين عن طريقه يختار شنو الراوت اللي راح يساعد الساكسسر راوت الموضوع الآخر ايعاز الباسيف انترفيس ايعاز الباسيف انترفيس نفس آه, نفس العمل بالنسبه للاوس بي اف وبالنسبه للـ Reversion 2 انه اني الهلو ما اريدها تروح على لان معينه او على انترفيس معين فاستخدم ايعاز الباسيف انترفيس انه اني ما احتاج الاي اي يروح على هذه اللان اما النقطه المهمه الاخرى اللي هو السمري الاي اي جي عنده حاله الـ summarization. لكن تكون منفعه على باي ديفولت يعني هو باي ديفولت انه يشوف السبنت مثل ما هي يضيفها يمه بالراوتينج تيبل مثل ما هي وما يسوي حاله السمرايزيشن لكن اني فرضا انه احتاج انه اسوي سمري لهاي السبنت لانه يعني تنضاف كلها راح ياثر على حجم الراوتينج تيبل فاسوي له سمرايزيشن واخليه يختصر النتورك بحيث تروح كليتها عن طريق طبعا بين الراوترات راح تروح هي 10.0.0.0 على 8 يعني راح يرجعها لكلاس اي الاصل وكانه ما راح يشتغل هو كلاس فول اوكي فهذا طبعا راح تاثر انه يعني على حجم الراوتينج تيبل وعلى سرعه النت ورك لكن احنا نعرف انه السمري في بعض الحالات يسبب لي مشكله قبل لا اشوف هاي المشكله شلون تصير خلي نشوف شلون يشتغل الاي اي جي ار بي من اسوي له سمري او بدون السمري نشوف تطبيق اللاب على تطبيق السمرايزيشن على الاي اي جي ار بي احنا نعرف انه باي ديفولت الاي اي جي ار بي ما يطبق عمليه السمرايزيشن يعني السب نتورك اللي مربوطه به مباشره راح يخزنها مثل ما هي عنده بالراوتينج تيبل فانا هنا أنا سويت جبت راوترات اثنين وفعلت بها الاي اي جي ار بي، قلت له راوتر يا اي جي ار بي 200 انطيته رقم 200، طبعا لازم يكون نفس الرقم بالراوتر المقابل على مود يصيرون جيران، بعدين فعلت او عرفت النيتورك اللي عندي، عندي النيتورك اللي هنا صب نتورك الاولى هي 10 3 4 0 والثانيه 10 3 5 0، وقدرت اخليهم بايعاز واحد اللي هو نتورك آه عشرة صفر 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 يعني هنا أنا آه من سويت أني قلت لعشرة صفر 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 أني ما سويت عملية سامورازيشن لأنه الراوتر دي يشوف الصبنت مثل ما هي ودي يخزنها يما بالراوتنج تيبل أني فقط آه يعني قلصت من آه استخدام الإيعازات بالإي آي جي آر بي فهي أيضا ملاحظة مهمة وبعدين ضفت الصبنت ورك الأخرى اللي هي 172.16.3.0 لكن ضفتها 172.16.0.0 وهسه نشوف شلون الراوتر يضيفها ما بالراوتينج تيبل نجي على الراوتر الاخر ايضا فعاله الاي اي جي ار بي وانطيته رقم 200 نفس الرقم وقلت له النتورك اللي عندي مية 172 16 صفر صفر بحيث هاي الصب نتورك تنتمي إله وهاي الصب نتورك تنتمي إله على طرفي الانترفيس اجي على الراوتر الاول واقول له شو رنين كونفجريشن على مود اشوف انا شلون ضايفه الاعازات وشلون نشغل الاي اي جي ار بي هياته قلت له راوتر اي اي جي ار بي والنتورك 172.16.0.0 اللي هي خلي ينتمي الانترفيسات اللي موجودة على طرفي الراوتر زين اجي هنا على هذا الراوتر ايضا واقول له شو رنين كونفيجريشن على مود اشوف النتورك شون ضفتها اوكي هي ال اي جي ار بي رقم 200 وضفت النتورك الاثنين اللي هي 10.0.0 10 و172.16.0 تمام هسا اجي اشوف طبعاً اشوف راوتينج تيبل شون ده يقرأ الإي اي جي ار بي اقول له شو؟ بي route طبعاً هنانا خلي نكبر هنانا عندي ده يشوف عن طريق الإي اي جي ار بي ده يشوف الثلاثة أربعة صفر وده يشوف الثلاثة خمسة صفر اللي هي هاي البعيدة أوكي وشون دا يشوفها؟ ده يشوفها مثل ما هي يعني مع العلم انا عرفتهن عشرة صفر صفر -0 صفر لكن هو ايش يخزن يعني هذاك الراوتر علن عنها لا علن عنها مثل ما هي اللي هي 10 3 4 0 و10 3 5 0 اوكي والباقي مربوطه به مباشره نفس الشيء بالنسبه للراوتر الاخر لو اقول له شو اي بي راوت اوكي دا يشوف ال 172 16 0 هذه اللي هي على 24 اللي هي السب نتورك البعيده بينما ها راح تكون مربوط به مباشره زين هسه فرضا انه انا عندي هنا صبنه 20 وحده واني ما اريد ان كلهن آه ينخزنن بالراوتنج تيبل اريد مسار واحد يعبر عن ال 20 وحده هذول فايش راح اقول له راح اجي افعل حاله السمرايزيشن بكل راوتر لو اجي على هذا الراوتر الاول اقول له كونفيتي واقول له راوتر اي اي جي ار بي وانطي له رقم 200 وأقول له فعل السمرازيشن أقول له أوتو سمري أوكي وأروح على الراوتر الآخر وأيضا أقول له أوتو سمري أوتو سمري تمام هسه اجي اشوف الراوتر ايش دي يشوف السبنت اللي عنده اللي وصلته من الراوتر الاولاني فاجي اشوف هذا الراوتر واقول له اكزت واقول له شو اي بي راوت راح الاحظ آه عن طريق الاي اي جي ار بي ال 10 0 0 0 على 8 اوكي هذه اللي واصلتها عن طريق الانترفيس 0 0 0 خلي اشوف هذا الانترفيس سيريال 0 0 0 الراوتر الاول اعلن عن السبنت اللي عنده بمسار واحد اللي هو 10 0 0 0 على 8 تمام اذا عمليه السمرايزيشن اختصرها وسوى لي اياها بسطر واحد وعندي ايضا 172 16 0 0 على 16 طبعا هذه اللي موجوده هنا أنا ايضا هذه ايضا اعلن عنها وسوى لها سمري ودزها لهذا الراوتر. طيب هسه لو اجي اشوف هذا الراوتر اكسيت واقول له شو ايفر اوت راح الاحظ هنا انه سوى سمرازيشن للصبنه اللي عنده وسواها بمسار واحد 1000 صفر صفر على 8 اوكي والاخرى اللي هي 172 1600 ايضا سوا لها سمري وخلاها على 16 ورجعها الى اصله لو الاحظ هنا آه شغلة أنه ويا السمري طبعا من قال لي سمري إذا أنا مفعلة خاصية السمرازيشن وأنه هاي العشرة صفر 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 على ثمانية هي أصلا موجودة بداخلها مجموعة من الصبنت هنا أنا وياها مكتوب نال زيرو شنو فكرة النال زيرو النال زيرو وجودها آه بالراوتينج تيبل معناها أي باكيت تريد تجي تمر عن طريق هذا السمري ما إلها ديستنيشن أو ما إلها صبنت راح يسوي لها الراوتر دروب يعني راح يسوي دروب للباكت وهاي الحالة تشبه حالة الديفولت راوت انه اي باكت ما لها ديستنيشن او ما اعرف شنو الديستنيشن الها راح تروح عن طريق الديفولت راوت هنا فقط تخص السمري وبذلك قدرت تتخلص من الراوتنج لوب الراوتنج لوب هو اي باكت ما لها ديستنيشن على مود تظل تدور الديستنيشن مالتها بالنتورك فراح ينطيها منفذ ويقول لها انه عن طريق هذا النول الراوتر راح يسوي لها دروب للباكيت يعني هنا انه هنا آه هاي الصبنة اللي هي 10 وال 10 -3 -5 -0 اوكي؟ آه مثلا ضمن ال صفر, صفر اكو بعد صبنة اللي هي عشرة و7 و هذول مو موجودين. يعني اي باكيت من تريد تجي تروح على صبنة ما مو موجوده عن طريق هذا السمري فالسمري راح يسوي لها دروب للباكيت او الراوتر يسوي لها دروب للباكيت، لذلك وجود النل تفيدني وتخدمني ايضا انه آه تتخلصني من حاله الراوتنج لوب. إذا أنا هنا بهاي الحالة استفادت أنه بديت أقلص الراوتر تيبل، قلصته يعني عدد الصمليت بدل ما كانت اثنين بدل ما كانت عشرة صارت بمسار واحد وسميت هذا المسار سمري، وخلي فقرة أخرى أنه هي حالة النول خلصني من الراوتنج لوب. هسه لو أجي أسوي بينج من هنا على الهوست اللي هو 10 3 4 2 أوكي. قدرت احصل بينج والامور شغاله هذا البينج اللي قبل شويه بدون حاله السمرايزيشن ايضا اكو بينج وهنا ويا السمرايزيشن اكو بينج اوكي اذا هاي الحاله المفيده انه اني يعني قللت من الراوتينج تيبل قللت من الهيدك على الراوتر خلينا نرجع لمحاضرتنا الحاله الاخرى لا اللي ممكن وجود السمرايزيشن يعني يسبب لي مشكله بالنتورك يعني هنا خلينا نشوف هذا الراوتر موجوده به مجموعه من السبنت اوكي لو الاحظ هذول كلهم السب نت ينتمون لل 10000 صفر صفر صفر. وايضا هذول مجموعه من السب اللي هي 10 2 طبعا تختلف عن هاي السب ايضا تنتمي لل 10000 صفر صفر صفر. فكل راوتر وانا مفعله السمرايزيشن راح يعلن عن راوت واحد فقط اللي هو 10000 صفر 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 على 8 هذا الراوتر راح يخزن يمه مسار واحد اللي هو 10000 صفر 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 على 8 لكن كل وحده من مصدر شكل كل وحده من انترفيس شكل اوكي زين يعني اذا اكو هنا باكيت او جايه هنا باكيت اوكي تريد توصل الى هوست موجود وحده من هاي السبنت فالباكيت من توصل لهنا الراوتر عنده المسار اللي هو عشرة صفر صفر لكن عن طريق اثنين أو جوينج انترفيس يعني يوديها عن هذا المسار لو هذا المسار فهنا الراوتر راح يوقف ما راح يقدر يكمل لانه هما يعني يعني الباكيت راح تدوخ وين راح وين تروح اوكي فعمليه السامرازيشن هنا لا راح تسبب لي مشكله وتوقف عندي النتورك خلي نشوف هذا التطبيق العملي له هذا اللاب طبعا هو نفس اللاب انه احنا جبنا ثلاث راوترات وجبنا مجموعه من الصبنت على طرف هذا الراوتر اوكي والصبنت الاخرى على طرف الراوتر الاخر وجبنا راوتر بالوسط ربطنا هذه الراوترات مع بعض زين بالبدايه انه هاني فرضا انه هاني عندي هنا أنا 20 صبنت وهنا أنا عندي 10 صبنت فردت اختصر انه اسوي عمليه السمرزيشن بهاي الراوترات أه على مود يعني اقلص من الراوتينج تيبل واستفاد من فقره النل زين أه لكن أه يعني يعني وجود السمرزيشن راح يسبب لي مشكله هسه احنا بعدم وجود السمرزيشن الامور اعتياديه انه انا فعلت ال اي جي ار بي وانطيت الصبنه اللي داير دايره وهذا الراوتر ايضا وهذا الراوتر ايضا أه جيت هنا انا سويت بينج اوكي بدون عملية السمرازيشن آه على عشرة ثلاثة أربعة اثنين أوكي آه تمام وكل شيء شغال هسا راح أبدي أشغل الأوتو سمري بكل الراوترات خلي أشوف شلون راح يتعامل الراوتر ويا هاي الخاصية هقول له إنيبل قبلها خلي أقول له شو رنينج أشوف أنا شو مسوية هنا بهذا الراوتر أوكي مفعله طبعا الاي اي جي ار بي وضفت للنتورك 10 .0 .0 على مود اضيف هذول وال 172 16 .0, .0, 0 اضيف النتورك بالطرف الاخر رح اضيف السمرايزيشن راح اقول له كونفيتي واقول له راوتر اي جي ار بي اقول له واقول له اوتو سمري تمام هسا اروح على باقي الراوترات واشغل الاوتو سمري هسه اني فعلت بكل الراوترات الاوتو سمري خلي اجي اشوف هذا الراوتر شلون دا يصير عنده الراوتنج تيبل وشلون دا يشوف السبنت اقول له هنا اكزيت شو اي بي راوت اوكي هنا أنا يقول لي انه السبنت طبعا اختصارها وسواها عشرة صفر صفر على ثمانية سمري اوكي okay. وهنا أنا ايضا قال لي وسبعين 172 16 00 على 16 ايضا هي هذا هو هذا السمري هاي بالنسبه لمن للراوتر الاول زين وهذا نفس الشيء طبعا انا يعني لو اسوي له شو اي نفس الشيء لكن اللي يهمني هو هذا الراوتر لو الاحظ هنا اقول له شو اي راوت شو اي راوت الفقرة المهمة أنه عنده المسار 10 0 0 على 8 لكن عن طريق 2 اوت جوينج انترفيس اللي هو 10 آه اللي هو 0 0 1 و 0 0 يعني عن طريق هذا السيريال وعن طريق هذا السيريال اوكي يعني هاي الصبنت اللي هنا اعلن عنها هذا الراوتر باستخدام السمري 10 0 0 على 8 وهاي الصبنت اللي هنا اعلن عنها آه الراوتر وسواها عشرة على 8 اجى هذا الراوتر خزن الادفرتايز اللي عنده خزن الراوتس اللي عنده اوكي آه خزن ال صفر صفر على 8 لكن جايته من اثنين انترفيس فهاي هنا راح يسبب لي مشكله ليش لانه اي باكيت منا او منا من تريد تروح على باكيت هنا عن طريق هذا الراوتر او عن طريق السمري بهذا الراوتر فالراوتر ما راح يعرف يوديها للصبنه الاخرى فاجي هنا لو اقول له بينج نفس البينج اعيده اوكي فلاحظ انه حاله الreachable هوست مدى يقدر يوصل لهذا الهوست وهنا أنا ايضا لو اسوي بينج على نفس الهوست اللي هو هذا اوكي نفسه فلاحظ انه حاله الانكريتيكال انه سطر يقدر يوصل وسطر ما يقدر يوصل وبالتالي هو اصلا ما يقدر يوصل. اوكي؟ فاذا هي هاي حاله السمرايزيشن بها مساوئ من استخدمها بالنتورك اذا وصل للراوتر نفس المسار اللي هو 10 0 0 على 8 لكن عن طريق مصدرين. فمن الباكت من تريد توصل لو يريد يوديها ما يعرف وين يوديها. اوكي؟ لو هنا لو هنا ما يعرف وذلك توقف عندي النتورك وما تصير حاله البينك. تمام؟ أتمنى أنه المحاضرة تستفادوا من عدها شكراً لإصغائكم وحسن استماعكم تقبلوا تحياتي وثمان لا